السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني أنا مبسوطة جدا بحضرتك والله، وبادي حضرتك بأمانة والله، أنت والشيخ محمد حسان ربنا يديكم الصح. الله يغفر لنا ولكم. ويجزيكم عنا كل خير. وإياكم أختي. أدعوك بالله أن أنت تدعي لي بدوم الصحة والعافية. الله يثبتنا وإياك ويرزقنا وإياك العافية. من المسلمين والمسلمات. الله يرزقنا وإياكم العافية. وأسأل لأبي وأمي بالهداية. الله يهدينا وإياكم وإياهم يا رب. وسؤال لحضرتك، أنا موجود عندي العادة الشهرية، هل يجوز إن أنا أقص ضوافري وأقص شعري كده؟ يعني هل هذا ذلك حرام؟ نعم نعم، تقص شعرك وإيه؟ وضوافري، يعني هم قالوا إن القص، يعني ليه ناس في المسجد قالوا لي إن قص الضوافر حرام في العادة الشهرية. قص الضوافر حرام؟ هم قالوا لي كده. أيوة. الحمد لله. علم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن الحائض، هل لها أن تقص أظفارها أظافرها وأن تقصر من شعرها وهي حائض؟ لا مانع من ذلك، ليس هناك أي دليل يمنع الحائض من تقصير شعرها أو من قص أظافرها، والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.